أقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونقول لكم يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. حقيقة نحن سعداء اليوم بهذه الأسر الكريمة أتت معنا لتحتفل بنجاح بناتها وأبنائها في شهادة مرحلة الأساس، وهذا يعتبر آخر امتحان لمرحلة الأساس. درجة مدارس الجوهرة الخاصة على أن تقيم هذا الاحتفال سنويا لفرحة ومشاركة للأسر في هذا النجاح الذي تحقق بفضل جهود المعلمين ومثابرة أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات. الحقيقة الشكر موصول وممتنون جدا لأولياء الأمور، أولا لإيداعهم أبناءهم ليكونوا أمانة في أعناقنا، فهذا شرف لنا أن نكون نحن ونتحمل هذه الأمانة نيابة عنهم. كون اختاروا مدارس الجوهرة وجو وسجلوا أولادهم عندنا، والله ده فخر كبير لنا. ونقول لهم ونقول للباقين وللضيوف، نحن بحمد الله سبحانه وتعالى في مدارس الجوهرة الآن العام الدراسي 22-23 إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أستاذ قصبلة قالت انتظرونا في امتحان المتوسط إن شاء الله، لا انتظرونا في امتحانات شهادة الأساس الصف الابتدائي الصف السادس إن شاء الله. Yes, sir.
أبهرتنا بنتنا آمنة والحمد لله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. هي أحرزت المركز الأول على مستوى مدرسة الجوهرة الأساس بنات والحمد لله. فهي كانت من المتفوقات من أولى الحد السابعة وكانت الأولى على فصلها. والحمد لله لقينا منهم كله تعاون وتكامل معانا وكانوا متابعين معانا من الأول لحد ما حققت بنتنا آمنة النتيجة هذه. اسم فاطمة موسى والدة آمنة أحمد إبراهيم. والله بنشكر مدارس الجوهرة كثير لاهتمامها ونحن صرنا فرحانين بنجاح بنتنا آمنة. أنا آمنة أحمد إبراهيم وجبتها 275 وبشكر ناس المدرسة كتير لأنهم تعبوا شديد معنا وأنا فرحانة شديد باليوم ده يعني لأنهم احتفلوا بينا وقدرونا وكذا. وبشكر كل المعلمين والمدير بتاع المدرسة لأنهم تعبوا معنا شديد. أنا نون فاروق عبد القادر عبد السيد. بشكر المدرسة على النتيجة اللي جبتها دي وده بفضل مجهوداتهم والحاجات اللي بذلوها وبشكرهم على اليوم الجميل اللي عملوه ده. وصل الضحية للأستاذ الطيب والأساتذة كلهم اللي قروني في السنة دي. الحمد لله على نعمته التي أنعمها علينا وعلى هذا النجاح وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وثم بفضل مجهود مدرسة الجوهرة والأساتذة الأجلاء يعني ما شاء الله وجزاهم الله خير وبارك الله فيهم فردا فردا كل المعلمين والعاملين وكلهم وهذا الإنجاز وهذا المجهود وهذه النتيجة نتيجة لجهدهم وعملهم نشكرهم على هذا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في مدرستهم ومزيد من التفوق. وكذلك نشكرهم على برنامج التكريم لقد كان بذلوا مجهودا ظاهرا واضحا فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. أنا أحمد الزبدس الخاتم صالح بن ماجد. بشكر إدارة مدرسة الجوهرة على جهودهم وثناؤهم وبشكر الأهل الكريم وشكرا على هذا التكريم وجهودهم. أنا أم أحمد عز الدين سر الختم. نعم الإلهي على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. نشكر إدارة مدرسة الجوهرة على الأول حاجة الجهد اللي بذلوه معاهم في الصف الثامن ما قصروا حتى في أيام رمضان وقفوا معاهم وساندوهم ما قصروا معاهم في أي حاجة أكاديمية. نشكر هالإدارة تاني على التكريم وعلى الاحتفال الجميل وعلى الفكرة اللافتة البارعة جدا. نشكرهم شكر جزيلا وربنا يقدرنا على جزاهم وإن شاء الله نحضر الكبيرة بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا إدارة مدرسة الجوهرة. أنا ديمة الطيب محمد الطيب أحرزت 275 من مدارس الجوهرة الخاصة بنين وبنات. أشكر معلمين وأساتذة الأجلاء على بذل مجهودهم الخاص. أنا والدة الطالبة ديمة الطيب محمد الطيب أحرزت 275 من مدارس الجوهرة. في الحقيقة بشكر معلمين جدا جدا على ما بذلوه من جهد ومن مجهود في طيلة العام الدراسي من أجل إحراز هذه النسبة الجميلة. شو بشكر إدارة المدرسة جدا على ما بذلوه من جهد. نرحب بجميع الضيوف الكرام بمختلف مقاماتهم السامية ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا في منزل أسرة مدرسة الجوهرة العريقة. باسم أولياء الأمور أقدم كلمتي في لحظة توارت فيها الحروف واستترت وتعذرت فمقامكم أجل وأعظم من أن تخطه كلماتي. أعزائي معلمي مدرسة الجوهرة الخاصة إنما قدمتموه من جهد
لا مثيل له في هذه الولاية، فمجهودكم عم أبناء المدرسة وجميع مدارس الولاية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر ما قمتم به من مراجعات قبل الامتحان. أعزائي المعلمين، إن عطاءكم عم جميع النواحي التربوية والتعليمية والرياضية. I'm not afraid.